كتير حبيته. نزلوا صحن هالقد هيك تبولي وحطوا صحن هالقد هيك خسات. خس باكت شو خس؟ خس خس بديش اضعف لا بديش بديش ايش؟ خسي خس خس مش ضعف؟ رأفت أمني جمال أهلا وسهلا فيك. أهلا. نحكي لبلد رمضان كريم. تمام. كيف حالك؟ تمام. بستوقفني الاسم رأفت أمني جمال. إحنا استضفنا هنا بالحلقات الأولى الأنسة رحاب نهال رحاب أبو جوهر وكان عندها نوع أجندة وراء الاسم اللي اختارت إنه تحط اسم أمها في اسمها الثلاثي. منين جاي اسمك؟ جاي اسمي من 10 سنوات من دعوة وجهتها الدكتورة نوال السعداوي لنسب الأبناء إلى الأم. أيضاً كما الرجل يعني إحنا بمجتمع أبوي ذكوري اللي ننسب لعائلات أحياناً لا نعرف عنها شيئاً وإلى أباء بحكم اللي توارثناه بمجتمعاتنا العربية. فأنا وجدت ضرورة ملحة بأنه أكتب رأفة أمني جمال وأحط اسم ابن وأبوي بدلاً من اسم العيلة مع الاحترام طبعاً لاسم العيلة كخطوة اللي فيها من مارس عن جد اللي من ضلنا نقضي شعارات كل الوقت عن المرأة وحق المرأة كمحاولة لعدم طمس الاسم. في هيك بالمكسيك صح؟ ما عنديش فكرة. أنا بالمكسيك بحطوا الاسم الأبو والأم السيد والسات بصير الاسم هالقد هيك طويل مش عم بمزح. فأنت أضفت اسم أمك وأبوك صح على اسمك الثلاثي صار اسم رباعي صح؟ واسم العائلة اختفى. لا هو موجود بالأوراق الرسمية ما كانش هدفي الإشي القانوني يكون لا إخباري إشي موجود ولكن كتوقيع كتابات كان بأمن جمال. وكيف تسمع أصداء حواليك لما بسمعوا هيك اسمك؟ النبرة السلبية أو النقدية الرافضة طاغية أكثر لأنه لما انت تقدمي على خطوه من هالشكل انت ضربتي شيء غير معتاد او مش متعودين عليه بالمجتمع ولكن شوي شوي ببلشوا يقلفوا هذا الشيء ويعطوا قيمه للام بوجودها او ايضا او للمراه وكمان بالاسم. هي قد تبدو شكليات احيانا ولكن لابد منها. رأفت انا شوي هيك بتوتر هيك ما واحد في واحد قدامي بيحكي عربي منيح. احنا بنحكيش عربي منيح. احنا بنحكيش عربي نظيف. نظيف. إيه لاننا لا نفكر تفكير نظيف اصلا. يعني المجتمع العربي حسب رأيي الشخصي هو في أزمة بالعقل. اللغة والعقل في بيناتهم علاقة قوية جدا بما تستقبل وكيف أنت بتمرر الأفكار. هذا حكم قاسي. قاسي جدا. أنا أقصد أن أكون قاسي بأحيان كثيرة لأنه أعتقد أنه إحنا بنحكيش عربي منيح أو عربي نظيف لأنه إحنا بنفكر بالمجتمع العربي تفكير بعيد عن التحليل بعيد عن الفهم إلى حد ما. هي ليست أزمة لغة عربية وإنما هي أزمة إنسان عربي يعني أو أزمة العقل العربي. هذا شيء طبعا مفروغ منه ولكن هي أزمة إنسان عربي. أنا إن بدنا نحكي إنه اللغة العربية ومشكلة اللغة العربية فكأنه نحن نجردها من شيء اللي بدنا نشتغل فيه لأنه إذا أردنا أن نعالج هذه المشكلة علينا أن نعالجها عند العرب عند الناطق وليس عند المنطوق. شو يعني أزمة إنسان عربي؟ الواقع العربي الراهن اللي إحنا منعيشه هو واقع عربي مأزوم واقع عربي قلق. الإنسان العربي يشعر في أي مكان بالهزيمة هزيمة على المستوى السياسي وهزيمة أيضا على المستوى الإبداعي. يعني إذا بنبلش بمجال السياسي أكثر بكل ما نعيشه من طغيان عربي ومن تراجع بالقومية العربية وبالهم العربي هذا أدى بالإنسان العربي بأنه يكون بني آدم يفقد ثقته بنفسه يشعر بعقدة النقص والدنية تجاه عروبته وتجاه هويته وقوميته. هذا ينعكس بالضرورة على لغته العربية. فكون الإنسان العربي يحاول بأنه يعوض هذا النقص بلغته هو يلجأ للغة المستعمر أو للغة القوي ولغة السلطة وبالتالي بنشوف أنه نلجأ للغة أجنبية. وفي وضعنا كفلسطينيين في الأرض المحتلة نحن نلجأ للغة المستعمر الأقوى اللي هو الدولي ونتحدث بلغة عبرية للأسف الشديد. فأعتقد بأن هناك علاقة لندرس لماذا تراجعت اللغة العربية أو لماذا تراجع تحدثنا باللغة العربية. أنا أعيد ذلك أو أحيله إلى تراجع بالوطن العربي ككل بالسينما بالأغنية طبعا مش بشكل تعميمي لأنه في عندنا سينما عربية رائعة وفي عندنا أغنية عربية متقدمة ولكن في انحدار أو حالة من التردي في السياسة العربية بشكل خاص ثم في الإبداع العربي ينعكس بالضرورة. ممكن ينبع من شعور بالنقص كمان؟ طبعا شعور بالنقص طبعا. في كمان نسبة عالية من الجهل عندنا. في جهل ولكن أنا اللي بيهمني أكثر التجهيل مش الجهل. يعني الجهل ما بقدرش أشتغل عليه كثير ولكن إذا تعمقنا بمحاولات التجهيل أو إذا بدنا نسميها أيضا تدجين الإنسان العربي تدجين المواطن العربي ونبدأ من لغته. أنت لكي تخترق إنسان أو طرف بحاجة أنك تخترقه بتبدأ بلغته.
انت بتهمش هويته بتعريفاته لنفسه مع كل مركبات الهويه اللي ممكن البني ادم يلجا لها. واعتقد بانه درجه الاولى هي اللغه، لانه انت بتفكر بلغه معينه انت ايضا بتمرر هاي اللغه اللي انت فكرت فيها. احنا بنشوف هذا الشيء على مداخل البلدات، يعني بنشوف على اللافتات اسماء بلداتنا العربيه مكتوبه غلط، مكتوبة مش بلهجتنا، مكتوبة مش كيف احنا بنسميها. الاسم العبري تبع البلدي غير الاسم العبري تبع البلدي، بنحس انه سياسي، يعني اللي هي سياسي واضحة ومباشرة. وايضا بلافتات المحلات التجارية اللي انت بتفوتي على قرية عربية اللي ما فيهاش يهود وانت دائما تقرئين لافتات باللغة العبرية، هاي شغلة بحاجة انه نشتغل عليها عشان نقدر على الاقل نزود لغة بسيطة ما بين الشباب بانه يحكوا اسم الاشي بالعربي، حتى استعمالنا الاشياء يوم يوم احنا بنستعملها اكثر باللغة العبرية. من يقول بحاول اذا بنحكي عربي منبطل كول كولون كولن كول كولن منبطل كول تحاولش لانه كول يعني نفس الشيء، هي هروب. تعال احنا نبلش نتعامل مع اللغه العربيه بانه هاي اللغه هي لغه متخلفه، هي لغه لا تواكب الحضاره، لا تواكب اللغه العلميه. في هنا جانب صحيح بأن اللغة العربية اليوم متراجعة علميا، يعني المفتردات أو المصطلحات العلمية بالتطور التكنولوجي اللي بيجينا من الغرب هو أدى إلى تراجع اللغة العربية أو نوع من الفقر فيها على مستوى اللغة العلمية. ولكن إذا رجعنا للغة العربية القديمة أيضا نجد أنه كثير من المصطلحات اللي هي موجودة اليوم عند الغرب إحنا اللي أوجدناها. حقوق المرأة مثلا بكل الجندر، كل هاي الأمور كتب عنها الجاحظ وكتبوا عنها أدباء كبار سابقا. هذا نوع من اللي أنا حكيته بعقدة النقص، بنوع من الهروب، انه انا انسان مأزوم، انسان اعتقد بانه انا مش يعني مش انا كرأفت وانما انا بحكي بلغه او بلسان البني ادم اللي يهرب من اللغه العربيه، نتيجه شعوره بالضعف ونتيجه شعوره بالانهزام كعربي. هذا انعكس بالضروره على لغته العربيه، فحس انه اذا بستعمل لغه عربيه فانا ابدو اكثر يعني تخلفا يمكن عن الحضاره اللي هي اليوم بتدخل كلمات اجنبيه باللغه. لكن اذا بتطلع مثلا اليوم على المدارس، نقول الثانويات، اغلب الطلاب بيروحوا على 3 وحدات عربي بدل 5 وحدات عربي وبيستصعبوا في القواعد، وهذا بيعمل النفور صحيح. او مثلا في الناس اللي بيحبوا القواعد اكثر من الادب، يعني اختياراتهم هي انه انا بكفيني 3 وحدات عربي مش معني، لانه صعبه وبتشكل عائق يعني قدامهم وبتبعدهم في نوع من البعد، هيك بصير في نفور من اللغه العربيه. انا اللي يؤرقني بشكل خاص هو المدارس او جهاز التعليم دائما. أنا هون بعتبر أنه التعليم أو بعض المدارس إذا مش غالبيتها هي جهاز بوليسي لقمع الطالب، وقمعه بالدرجة الأولى بالتفكير الحر والنقد. إذا بدنا نيجي على البقروت أو على تقسيم الوحدات باللغة العربية، ونلاحظه بالمدارس العربية هي لجوء الطلاب إلى تقديم 3 وحدات إجبارية من الدولة وبعدهم أو هروبهم من ال5 وحدات، إحنا بنشوف هون في محورين، إحنا عندنا الدولة أيضا وما تريد هذه الدولة، وعندنا المدارس اللي أفضل لها أحيانا بدها تلجأ ل5 وحدات لغة عبرية، مع أنه هذا لا يغير شيئا بشهادة الطالب، بالعكس حتى لجوء الطالب ل5 وحدات باللغة العربية بيعطي علامات إضافية زيادة على الشهادة. موضوع القواعد أو موضوع أنه نذوت عند الطالب أن اللغة العربية هي لغة صعبة وبالتالي هو بنبذها أو برفضها بشهادته بروح لمواضيع أخرى من لغات أخرى، هاي شغلة كمان فخ إحنا بنوقع فيه لما إحنا بنخصص أنه اللغة العربية صعبة. اللغة العربية مش لغة صعبة، نحكي على الفصحى كمان، نقلب الإشي قبل ما 100% علشان نقدر نلاقي مبررات ونعلق شماعة فشلنا أحيانا بتعاطينا مع لغتنا العربية على أنه هي لغة صعبة. هي مش لغة صعبة، ولكن أحيانا وهون يجب أن أشير إلى قضية مناهج التعليم. مناهج التعليم اللي درسنا فيها أو اللي بندرسها اليوم بغالبيتها، طبعا مش كل النصوص الموجودة فيها ومش كل المواد، هي أمور صعبة اللي الطالب بحاجة أحيانا بأنه يروح يدور على الكلمات هاي. إحنا بنقدر نبدأ من أشياء بسيطة، حتى لما بنمرر النصوص الدينية ونلجأ بالابتدائيات لكلمات صعبة الطالب بده يتعقد أحيانا منها ويشعر بغربة عن هاي اللغة. القواعد أيضا إحنا مشكلتنا أننا نحفظ الطالب القواعد، يعني بعض المعلمين يتعاملون مع القواعد على أنه حائط جامد وعلق عليه فقط. إيش صف ثالث رابع الذكرى الوحيدة عندي من درس القواعد هو كيف كنت أنسخ، صحيح أجيب الدفتر أحط الكربوني من تحت عشان أضحك على المعلم، تك 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 أسجل إشي بدل ما كان أنسخ 30 مرة، قال الولد فعل فاعل. يعني احنا لما نتعلم عربي احنا بنتعامل مع نصوص ادبيه وهي اهم، لانه انت بتمرقي
قيم سلوكية، أفكار جديدة، وبنركز أكثر على القواعد وصعوبتها. حتى إذا رحنا للقواعد، أنا مرة بحكي لطلابي على مثلا مثال بسيط من القرآن باختلاف إن وإذا، وكلال الكلمتين أو الحرفين هي أدوات شرط، يعني ببلشوا هل شو الاختلاف بيناتهم؟ إذا بنفهم إن بشكل ونفهم إذا بشكل، فنحن نفهم الآية القرآنية بشكل آخر، وبالتالي إحنا بنلاحظ إنه كل قراءتنا للنص الديني اللي هو مؤثر، أنا أعطيت النص الديني كمثال لأنه هو مؤثر بحياتنا بشكل بارز، فإحنا بنفهم إذا الدين خطأ، وإذا قرأنا نصوص معينة إحنا بنفهم غلط، لأنه مش لا نستطيع أن نفرق ما بين الأدوات أو الكلمات بالقواعد، مش فقط بمعنى الكلمة. رأفت، أنا ضمن عملي في الدوبلاج من عدة لغات للغة العربية كتير واجهت مشكلة في عدة كلمات بسياق النص يعني، واضطرينا أنه نجيب منقح عربي اللي يقعد بالستوديو وينقح وهو عم بسمع اللغة. شو بتنصح أن الواحد كيف بدرب لغته العربية؟ هل يسمع؟ هل يقرأ؟ هل يكتب؟ شو بتنصح أنت لطلابك مثلا؟ أولاً القراءة. يعني أنا مرات لما يسألوني عن لغة العربية وليش ما فيش كلمات عبرية بلغة العربية، أنا أولاً قارئ منيح، يعني نبدأ بالقراءة ونعرف ماذا نقرأ. أزمة الجيل الحالي حسب رأيي بالبداية بموضوع القراءة أو بموضوع اللغة العربية هي أزمة كتاب. الإنسان الذي يتذرع بأنه لا يملك اللغة العربية وبقدرش يعبر عن نفسه باللغة العربية ودائما بهاجم حتى القراءة، هو لا يمتلك كتابا جيدا. قدم للإنسان كتابا جيدا سيقرأ نص جيد. للأسف عندنا أزمة اليوم بالكتاب في بعد، مع رغم وجود وسائل معرفية كثيرة بين أيدي هؤلاء الشباب بالهواتف الذكية بشبكة الإنترنت اللي ما كانتش متوفرة للجيل السابق، ولكن الفرق ما بيناتهم بأنه الجيل السابق كان يقرأ كتبا جيدة. اليوم للأسف بعض دور النشر أو معارض الكتاب تقدم كتب كارثية بعناوينها اللي هي تروج أكثر لأمور عشان تبيع أكثر للشباب، أمور بتحاكي المراهقين أكثر، أشياء تجارية بالعقل. فالقراءة، القراءة الجيدة، الإصغاء الجيد لمبدعين، لمقابلات، لقاءات تلفزيونية مع كتاب، مع مفكرين يتحدثون باللغة العربية وممارستها. إحنا الذي يصنع اللغة لدينا هي الممارسة، بالذات في ظل وسياق كل الاستعمار الموجودين فيه اللي هدفه الأساسي يطمس هويتنا ويبدأ من هذه اللغة. قبل ما ننقل للموضوع الجاي بس عندي سؤال سريع، هذا إلي شخصي. أنا لما بقرأ بركزش، مشكلة معروفة، بس تصعب هقرأ. كيف بني آدم زيي عنده هيك مشكلة بيقدر يقوي حاله بالعربي؟ ابدأ بنصوص بسيطة، يعني قبل أن تقرأ كتاباً، أولاً أنا مع أن يقرأ الإنسان أي شيء. ابدأ حتى لو بتقرأ أحياناً ستاتوس بالفيسبوك باللغة العربية، أو تقرأ بخبر بجريدة اللي هو قليل جداً من حيث الكلمات، شوي شوي بالتدريب نبدأ بقراءة الروايات، نبدأ بقراءة كتب فكرية. فأنا حتى لما بكون مرات بمعرض كتاب وأسأل ماذا نقرأ، لا أقترح مثلاً أدونيس لقارئ جديد يريد أن يقرأ شعراً، تنصحه بشاعر اللي هو لغته بسيطة خفيفة، ثم يبدأ هذا الإنسان عندما يكتسب لغة عربية ويكتسب ذائقة أدبية بتعاطي مع الكتاب، ممكن يلجأ إلى كتاب أو شعراء صعبين زي أدونيس وغيره. فنبدأ، المهم أن نقرأ بدون أن نعطي حكما على الكتاب أو نختار كتب معينة عشان نبين بطريقة معينة أنه قارئين فقط. رأفت، أنت قريبك الراحل راشد حسين، حكي لنا عن العلاقة واللغة العربية. يعني اولا انا ما راشد حسين هو عمي، فانا ما احتكتش فيه كونه هو استشهد قبل ولادتي بعشر سنوات، هو استشهد ب77، ولكن طبعا لا شك طبعا انا نشأت بعائله اللي هي فيها راشد حسين وفيها احمد حسين، فما بين الكتب وبانك انت تعرفي احيانا بعمك، هاي شغلي ايضا بتضوي عندي انه اهتم بهاي الامور. طبعا قراءاتي الأولى كانت بإني أبلش أستكشف هذه الكتب اللي عليها اسم راشد حسين والمشروع اللي بدأه راشد حسين، فأجدني بالبداية متأثر. هل منقدر إحنا مبدعينا بالشكل اللائق بهم؟ إحنا الفلسطينيين وإحنا العرب كمان التنين. وكمان لا، لأنه أولا لا نعرف مبدعينا، لأنه لا نعرف مبدعينا وبالتالي منقدرش مبدعينا. أنا أجد أحيانا أنه العدو يقدر مبدعينا أكثر بصرف النظر عن كيف بتعامل معه، بالاغتيال أو بالتغييب أو خذي أسماء كثيرة من المبدعين الحقيقيين، وأنا هون بميز ما بين المبدع الجاد الحقيقي الذي يقدم لي مادة فكرية إبداعية وما بين اللي بصف حكي عشان يبيع كتب عشان يطلع الإعلام. المبدع ينقسم إلى حالتين بموضوع الشهرة والتقدير،
والتعاطي الجماهيري، مبدع إلى يمين السلطة، السلطة بتكبر بوسائل الإعلام، تكبر بجوائز الدولة التقديرية وجوائز الإبداعية، ومبدع يبقى إلى يسار السلطة، يناهض هذه السلطة وينقد هذه السلطة لكي يحرر العقل العربي من الأشياء اللي السلطة بتحاول أن تفرضها علينا. نوال السعداوي كاسم اليوم ذكرى وفاة أو استشهاد الدكتور فرج فودة في مصر الذي قتيل من قبل جماعات إرهابية أصولية لم تقرأ حرفا مما كتب فرج فودة. فإسرائيل باغتيالاتها ضد غسان كنفاني وراشد حسين وناجي العلي، هؤلاء أدركوا قيمة هؤلاء المبدعين فقتلوهم أو غيبوهم. هذا كان السؤال التالي، قديش في خطر أنت تكتب وبجرأة، قديش في خطر على كاتب اللي يقدر يطرح كل ما بداخله كل ما بذهنه وبقلبه؟ تحس بقيود معينة؟ الكاتب الذي يضع لنفسه قيودا عندما يكتب أفضل ألا يكتب. أنا أعتقد بأنه أول رقيب لك وأخطر رقيب عليك هو أنت، الصوت الذي ينبع من داخلك. إذا أنت نقضت نفسك جيدا، وإذا أنت ظلتك خايف من أنه في ناس رح تنقدك أو تراقبك. أنا كتبت من فترة هيك شغلة سريعة بأنه لا أصدق شاعرا أو كاتبا يكتب ويفكر بالقارئ، لأنك أنت هون بترقب نفسك وبتحدد هاي الأمور. ولكن على القلم أن يكون مشرد جراحة، يعني على القلم أن تتعاملي مع الورقة أو مع ما تكتبين أو ما تكتب بأنك أنت الآن تشرح جسداً لتخرج أو تجري عملية جراحية لتخرج الأوساخ من الجسد أو الأشياء الفاسدة لتعالج. فعليك أن تتوقع أثمان باهظة مقابل ما تكتب، ولكن عندما لا يكون سقف فوق رأسك وأنت تكتب بحرية مطلقة وأنت تفكر بما تكتب وتؤمن بما تكتب، فمش راح تكون هاي الأمور هي الأهم. رأفت شكراً كثير لك. شكراً جزيلاً. احنا رح ننهي بتحية للراحل راشد حسين. جميل. انا بحب اسمع او اذا كانك حافظ اشي انت كاتبه لك. لا انا اللي كاتبه مش حافظ اشي. او من نصوص راشد رئيس. نصوص راشد حسين. نصوص راشد. يمكن في شغلة سريعة على راشد حسين، كونه بما يحدث الآن في حيفا والتظاهرات التي تنطلق من حيفا دعما إلى غزة وتماهيا وليس تضامنا مع غزة، أذكر ما كتبه راشد حسين أثناء إقامته بنيويورك. أتيت الطب في نيويورك أطلب منه مستشفى، فقالوا أنت مجنون ولن تشفى، أمامك جنة الدنيا ولست ترى سوى حيفا. رائع. الله يرحمه. شكرا. راحت. شكرا لك رأفت. شكرا لكم. وكمان مره رمضان كريم. الله يكرمك. ميرسي خالص. لمشاهدينا فاصل قصير ومكمل. رمسيس قسيس اهلا وسهلا. بنحكي لبلد رمضان كريم. رمضان كريم. شو سمعنا؟ لسا؟ ارتجالات على العود على مقام النهواند. ارتجالات لكن مبنيه في مبنى معين اللي هو مدروس، مش ارتجال انه حر، انما في له مبنى معين. انا عاده برتجل على المبنى. هات نبلش معك من الاول بين البيانو والعود. شو القصه؟ خرافية. 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 وأنا بجيل 5-6 سنين تعلمت بيانو، فتعلمت موتسارت وباخ والشلي،
ففي مرحلة معينة طبعا في مرحلة معينة بدي أعزف لسه فاكر على البيانو، فبقول لي أستاذي إنه بزبطش، فأصريت وعزفتها طبعا بلا النغمات الشرقية اللي فيها. فآخر الحصة لما قلت له خلص يا عزفتها، قال لي مزبوط، قلت له خلص باي أنا يخلف عليك، ومن غد كملت الطريق مع الموسيقى الشرقية. ما تعلمتش بعد؟ ما تعلمتش، لا انا عود تعلمت، بديت اتعلم جيل 24 يعني، غاد كملت عزفت سماعي، وبعدين قررت افوت على الاكاديميه. فالاكاديميه تعلمت حالي عود عشان انقبل لامتحانات الدخول، وهيك بلشت ويعني جاي عند كله. ثلاث سنين مروا على البومك الاول. ثلاث سنين دجل. كيف التجربه؟ تجربه مش هويني، لانه اجت بعد كثير وقت، اجت بعد انه اعمل اسا لا مش اسا بعد في وقت، اعمل اسا لا بعد في وقت، بالاخر انه مجبور تعمل. اخذت دعم من مؤسسه عبد المحسن القطان. كنت قبل عامل عمل اول عمل ولاده. بعدين عملت دجل، بعدين خلطت الاثنين في البوم واحد. تجربه فخور فيها كثير، فخور بالعازفين اللي عزفوا معي، بالدعم اللي اعطوني اياه. مختلفه جدا عن التجارب اللي بعدها. كان تجربة فيها إشي شرقي، فيها إشي متحرر من ناحية الإيقاعات الشرقية، ولكن هم بمضامين المقامات الشرقية العربية. أنا اليوم بعيد عن هاي التجربة، ولكن بحبها كتير. شو كنت بتغير لو إسدك تعمل كمان مرة دجل؟ ولا إشي، لأنه في يعني أنا بقدرش أحط حالي في اللي بغير وبقيمه وبحط، لأنه في كتير ناس تسمع دجل اليوم بالنسبة لها دجل هو إشي جميل. فأنا بغيرش بس لحال، لأن دجل بيحكي مع كتير ناس، بيحكيش بس معي. فإحنا متغيرين، إذا كل واحد تغير شوي وبدي يغير في اللي عمله في الأول مشكلة. أنت بتألف تقاسيم موسيقية. نعم. كيف بتتم هالعملية؟ كيف لحد ما نسمعها مقطوعة كاملة؟ المقطوعة الموسيقية هذا يعني ما فيش أساس، وما فيش طبعا في أسس علمية أنت كيف تبدا، ولكن قبل ما تبدا يعني قبل ما تيجي الفكره وتبلش تبدا، في مرات بيطلع، اذا انا عم بعمل اغنيه في مرات بيطلع اللحن، بعدين بيطلع شويه كلام، بعدين نخبصهم ببعض بيطلع اغنيه. في طقوس معينه يعني بتعملها؟ لا فيش طقوس قد ما هو في حاله. يعني في العمل اللي بعد هيك اللي هو علشان الوضع اجى ضمن حالي اللي كان موجوده، وكان سم نحكي عنها، بس انه كله بيجي حالات يعني كله. كان دجل اجى موضوع انه في احتيال معين انا حاسس انه احنا عايشين فيه على جميع الاصعده. الموسيقى هو نوع من انواع الدجل، يعني انه انا بعيشك في وهم معين لفتره ساعه ساعه وربع، بعدها انت بتطلع من العرض من الكونسرت او من السي دي، بترجع للحياه العاديه. فيش شيء من اللي جوا تحقق، من جماليات الموسيقى تحقق، وهذا نوع من انواع الدجل. دجل لذيذ يعني، بس هي حالات معينه. طب شو الوضع؟ علشان الوضع بدنا نسمع شيء بينفع عن الوضع؟ بينفع نسمع اسا، عشان احنا في انا متابع جدا لمسلسلات رمضان، وبحب الموسيقى تبعت المسلسلات، فبنفع نسمع مثلا مقطع في موسيقى. استنى قبل ما، شو اللي لفتك هاي السنه بالمسلسلات؟ انه مسلسلات طايع مثلا. مصري. أنا كتير متابع للفن المصري بشكل عام، يعني أنا جذوري شوي رمسيس. صحيح. فسيدي لأنه مصري وإجا هون وضل، فمن هون إجا. ففي مسلسل قديم جدا، قصة إحسان عبد القدوس لن أعيش في جلباب أبي. مسمعكم مقطع الموسيقى تبعته. أوكي. Thank you.
جميل. علشان الوضع، عشان الوضع حالي مخيفة. كان كان في وضع هيك انه صار في اعدامات ميدانية لناس من الضفة او ناس من القدس، وصار في كتير وضع عاطل، في صار كل واحد مشكوك فيه ينطخ او كل واحد مشكوك فيه يعدم ميدانيا، وصار في اشي انه انت كموسيقي شو بدك تحكي؟ يعني شو بدك تعمل؟ يعني تمسك حجر وتنزل، انا خويف ما بنزلش، يعني صعب علي. فبدك تعمل موسيقى، بدك تعمل موسيقى حزينه، ما جبتش شيء، يعني ما سويتش شيء. بدك تعمل شيء يوصف الوضع العاطل بشيء عاطل، ما استفدتش شيء. فبدك تقاوم الموسيقى بالوضع بجماليه الموسيقى. فمن هون طلع العمل علشان الوضع. عمليا هذا كان رد، هذا كان رد بإشي أنا بقدر أرده. يعني هو بغيرش إشي للأسف، ولكن كل إنسان عنده لما بلتقي مع صاحبه بقول له شو أخبارك، بحكي له شو وضعه شو عمل. أنا هذا كان وضعي يعني. ورود جبران، ورود الرائعة طبعا، ورود اللي تجربة معها من ألبوم دجل. صوت بأدي جميع الألوان الموسيقية، وكانت تجربة بتجنن فعلشان الوضع. شو أضاف صوتها للمضامين اللي انت حاولت انك اضاف كثير، اضاف كثير تطرحها؟ ورود الجماليه بإلقائها هو انه بتعطيك حضور وتعبير عن للكلمه من غير ما انت تيجي تفهمها. لا انا هون كان قصدي كذا وهون كان قصدي كذا. الاداء، يعني الاداء تبعها وحضورها بيعبر عن الكلمه اللي بدك تحكيها. غير انه في راحه، في انه في يعني ناس فنانين اللي بقول لك بعدني شوي، انا بديش احكي عن السياسه او انا مش هوين اللي بفهمه. ورود ما كانش صعب انه اقنعها انه تعال بدنا نحكي على وضع معين، وفي كلام اللي هو ممكن في كتير ناس تفسره لكتير نواحي، فبالنسبه لها هي معانا وماشي بالموضوع. مش صعب تيجي تقنعها في المقوله السياسيه اللي بدك تفوتها بداخل الموسيقى. شوقتني اسمع شوي من العرض. أكيد نوجه لتحية لورود جبران. نسمع كمان واحدة؟ نسمع من عشان الوضع. من عشان الوضع. بعنوان ليل، هاي طلعت بحالة من إحباط، يعني إنه في أنت عاجز وفي إشي بده يعني تعمله، مش قادر تعمل إشي، وكان ناقصنا مقطوعة واحدة عشان نكمل الرزمة هاي. وطلعت وما كانش إلها ولا أي طريقة إنك تعرف تعبر عنها، فسميتها ليل، اللي هو يعني خلص خلصت ليل، يلا خلينا نخلص عندنا عرض كمان اسبوع. حلو. رمسيس، انت قديش انت اللي متابع صفحتك، تعال نقول هيك، بشوف قديش انت متفاعل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في عندك فيديوهات باليوتيوب، انت بتعمل دروس اونلاين للعود، انت بتوزع دروس مرات كهديه. قديش مهم عندك التواصل؟ عندك كمان مشروع اسمه ريمس بوند كمان. ليش لازم يكون الموسيقي هالقد معاصر في هذا الزمن اللي هو حوالينا كله الكترونيات وشاشات، ولازم تكون اونلاين كل الوقت في اي دقيقه؟ انه ليش لازم يكون اونلاين؟ طلعي في، يا ريت نقدر يعني، يا ريت نقدر ما نكونش اونلاين. يعني هل هي حاجه؟ هي حاجه. طلع انا بحب اكون اونلاين يعني. انا يعني العالم الافتراضي هذا بحب اكون بداخله. اخذ لي وقت تعرفت استعمله صح. بالاول كتير هبل هبل هبل، بعدين تركز شوي، استنى شوي في. بس اليوم اسلك، زمان يمكن كنت انت تترجى وسائل الاعلام انه مشان الله حطوا لنا خبر او كذا، وانا من النوع اللي بترجاش، فما حدا كان يحط لي شيء. اليوم انا مش بحاجه لحدا يعني، وبحكيش مع حدا. حتى عروضي الموسيقيه ما بطبعش بوسترات يعني، خلص بالميديا وبتيجي القاعه مليانه وخلصنا. ففيها شيء جميل فيها، بعدين فيها تواصل مباشر مع الناس من كل العالم. موضوع الدروس الاونلاين كان في، انا يعني متابع شوي، حاس انه في شوشره هيك في موضوع الموسيقى العربيه. وفي عده اراء وفي كذا، احنا للاسف شعوب لا تقرا، فاي واحد بيحكي كلمتين خلص انت بتاخذهن وهذا منهاج وبنمشي عليه. فحبيت احط منهاج انه هذا هو صح. كل منهاج، كل فيديو من النوع اللي بنزله بعمل عليه دراسه تبع اسبوع او اسبوعين، تيصير مرجع للناس اللي بدها تستفيد. انت يعني مرة اطلقت فيديو اللي كنت فيه تصلح استاذ اللي عم بعلم اغنية، صحيح؟ نعم. في جامعة عبرية. نعم، يعني هذا رئيس قسم الموسيقى العربية في هاي الجامعة، عامل فيديو. المعلومة الوحيدة الصحيحة فيه هو اسمه، يعني لما عرف حاله هذا كان صحيح. يعني انه حبيبي مش هيك الخرافيه، استنى شوي يعني. تعال اقول لك انه في البيت اعمل شو بدك، هذا اللي بدك تسويه اعمل شو بدك، بس انك تيجي تعلم طلاب وقاعدين بالك الطلاب، يعني انا بتخيل دافعين مصاري لقب اول بالموسيقى او لقب اول بالموسيقى وجايين كذا وهيك. انا يعني هذا الفيديو صار له يمكن سنه ونص، انا بعدنا عم استنى يرد طلبي. ما كان في رد؟ لا كان في بلوك، مش سكر خلص ايتونج يعني. حلو. مش انه مع هو والعاصفين اللي بيعزفوا معه، اللي يعني اللي خايفين على كذا، ولكن يعني انا فيش عندي شيء ضده بشكل شخصي، بس عندي مشكله مع المنهاج اللي عم بنزل، انه ما هي خربانه وخربانه، وين شو بعت عم تخرب يعني. صح. طيب احنا جربت ننهي، استمتعنا معك كثير. شكرا كثير. انا صراحه بحب اسمع العود، وانا بحب ننهي بمقطوعه معك. كل لذيذ على آخر. ننهي المقطوعة. وهيك جملة قصيرة عن مشروعك القادم. طلع مشروعي القادم هو إسا غرام. حكينا عن غرام. غرام هي بنتي اللي عمرها شهرين ونص. مبروك. أنا بالنسبة لي، شكرا. بالنسبة لي في إشي توقف هيك في الكون كلياته، وفي مشروع واحد موجود. ولكن بعد فترة من ما قررت إنه هذا هو المشروع، صار في مشروع موسيقي من وحي. حلو. التفرغ لهذا الاشي بديش احكي عنه، مش لانه بدي هاي بقول لك بديش احكي عنه عشان ما خربش، لانه انا بعد مش فاهم اشي منه يعني. اوكي. تفهم اشي منه مبروك دخولك. شكرا. لعالم. شكرا. الابوه والامومه. فبنحب هسه نسمع نغمات العود.
يعطيك الف عافيه. شكرا كثير كثير. شكرا استمتعنا. وانا كمان. بعد في كثير ايش نحكي لبلد، خليكم معنا وبنرجع دقيقه. اهلا وسهلا فيك نحكي لبلد. اهلا فيكم. بليغ صلادين. رمضان كريم. اهلا وعليكم. احكي لنا انت، انشأت صفحه، صفحه في الفيسبوك. مجموعة هي مش صفحه، مجموعه اسمها جيل الثوره الفكريه. صحيح. ليش ولمين؟ فالهدف كان جاي من محل تبع انه احنا كثير اخر فتره خصوصا في المجتمع العربي عم نمرق في مرحله تغيير معينه، يعني قبل يمكن وسائل التواصل الاجتماعي وقبل ما كنا في هاي المحلات ما كانش في مجال واحد يعرض افكاره ويناقش افكاره ويفكر يعرض شو بفكر فعلا. مع وجودها حسيت انه يعني عم صار في يعني زي قطب هيك وقطب هيك في كل مجال، ان كان في مواضيع اللي هي اجتماعيه ولا سياسيه ولا دينيه، فعم نبعد عن بعض، واحنا كفايه يعني في الدول الموجودين فيها كفايه مبعدين عن بعض، وكفايه الدوله معنيه انه كمان تبعدنا عن بعض حسب سياسه فرق التسوق طبعا. فجيل الثوره الفكريه اجى كمجموعه اللي او يعني تفتح مساحه امنه للاشخاص يشاركوا شو عن جد هن بيفكروا. من ناحيه ثانيه كمان يعني تنطي مجال لانه ناقش هاي الافكار، مش فقط يعني يكون كل واحد ماخذها على حاله وزي انه صعب عليه يشارك وبخاف انه يشارك مع اشخاص ثانيين. مين هن اعضاء المجموعه؟ يعني هي مفتوحه لاي حدا مبدئيا، يعني معنا اشخاص هن من جيل، طبعا من جيل معين، من جيل 16 وفوق. كنتوا حددتوا جيل انه بالعنوان جيل، شو معنى صحيح. جيل؟ جيل هو انه يعني اشخاص اللي يعني رح لقدام بتخيل يصير عندهم اولاد او يمكن اليوم عندهم اولاد اللي رح يربوه على فكر معين جديد، لهذا الفكر يعني مبدأه الأساسي هو تقبل الآخر أول شيء واحترام حريات الشخص. يعني نقدر نقول جيل الثالث من بعد النكبة؟ جيل الثالث بعد النكبة ما حددت في إنه يكون هيك، طبعاً يعني بالنهاية يعني بقدرش أقول عن حالي إنه ولا قائد لهيك شيء ولا إنه مؤسس جيل كامل ولا إيش عن الشكل، ببساطة زي عم نجمع الأشخاص اللي بيفكروا في طريقة معينة لأنه يكونوا هيك، يمكن جيل وكلمة ثورة شوي صعبة خصوصا في سياقنا احنا هون، لكن كان في لها هدف اللي هو هدف تسويقي اكثر من انه هدف اللي فعلا انه احنا بنشوف ثورة ولا الثورة هي مجرد ثورة فكرية او انه هذا جيل كامل اللي هيك. بتتعرض لنقد بسبب طبيعي افكار وكيف تتعامل كيف ايش؟ طبيعي صراحة، أنا من أول ما بلشت أنشر قسم من الأفكار اللي بفكر فيها من قبل سنتين ونص وبطرق مختلفة، يعني كان في فيديوهات ولا بوستات ولا مقالات ولا في أي طريقة ثانية، دائما في نقد طبيعي جدا انه يكون الواحد في هذا المحل تبع انه عم بتجيب فكر جديد او عم بتفكر في طريقه اللي هي يمكن اقليه في المجتمع بفكروا عن الشكل، مع انه دائما بامن ودائما بقول يعني حتى لو انه متبين وواضح او شايفين انه في فكر اللي هو شوي قمعي في عندنا في المجتمع، لكن هن بس اصواتهم عاليه، وانما الاكثريه هن يعني اكثر متقبلين اكثر فاهمين شو يعني حريات شخصيه. تفضلي. اي منشورات اكثر يعني بتقبلوها اي ما بتقبلوها؟ اعطينا مثال يعني. يعني بحكي انا عاده ان كان المنشورات في جيل الثوره الفكريه وان كان عندي على الصفحه الشخصيه عن احترام الحريات الشخصيه اول شيء، وثاني شغله عن كل قضيه الاقليات الموجوده هنا في المجتمع. يعني احنا كعرب اقليه في الدول اللي احنا عايشين فيها. وبالاضافه لهيك في ان الاقليه تبع مجتمع الميم، المثليين والمتحولين جنسيا والمزدوجي الميول وكل مجتمع الميم. في عندنا مش بدناش نقول اقليه اللي هن النساء، وانما فئه معنفه في المجتمع او فئه مستضعفه في المجتمع اللي هي فئه النساء. كمان الاشخاص اللي شوي عندهم اراء دينيه واراء سياسيه اللي هي مختلفه، فبنشوف كيف في كل محل كل واحد فينا انا وانت وكل واحد هون بيقدر يحط حاله في محل اللي هو اقليه، فاذا انا بقبلش ان انا اتعنف كاقليه في اكس بديش كمان الاشخاص الثانيين يتعنفوا. طب بليغ، احنا قبل كم يوم سمعنا عن كمان امراه قتلت في يافا، كيف تستعمل المجموعه كمنبر لمحاربه العنف خصوصا ضد النساء او بشكل عام؟ طبعا هو نشر الفكره كمحاربه العنف او محاربه العنف خصيصا ضد النساء عشان كيف حكينا فئه مستضعفه
هو جدا انا مبسوط منه اخر فتره على الفيسبوك. يعني دائما في استنكار وخصوصا من هذا الجيل الجديد دائما في استنكار لهي القضايا، وان كان انا ولا كثير اشخاص ثانيين اللي بيحكوا عن هذا الموضوع منشوراتهم بتيصل. فهذا بحد ذاته لما شخص بده يفكر في هيك شيء، لما يشوف انه في استنكار لجريمه اللي حصلت، هاي بحد ذاتها يعني زي رادع معين بتوصل له. المجموعه ممكن يعني كمجموعة نقدر كأشخاص نعمل حملة معينة، بتعرفوا اليوم في هاشتاج ومش هاشتاج وأشياء عن الشكل، يعني في طريقتنا في الطريقة الحديثة للنضال كيف بيقولوا نقدر نأثر في هاي الطريقة تبع نشر الوعي. قل لي يعني أنت بلبق عليك القالب خالف خالف تعرف سوري؟ لا صراحة لا. يعني إذا نفكر فيها، إذا أنا بدي أكون معروف أو إذا أنا بدي إنه أشر حالي أكثر، هو إني أفوت على مواضيع اللي الكل تتقبلها، أو هو إني أحكي عن الأشياء اللي يعني راح يحبوني فيها. فإن باجي بحكي عن مواضيع اللي هي مش بالضرورة بنحكى عنها بالمجتمع، ها مش عشان إنه أنا بدي أعرف أكثر، ببساطة بتضايقني الموضوع. يعني أشخاص معينين اللي يتم تعنيفهم ممكن قراب لإلي، ممكن أصحابي، ممكن أنا شخص نفسي، فالأشياء اللي بتضايقني بحب أحكي عنها. ومن وأنا صغير هيك يعني كنت ثوري أنا الشيء اللي خلينا نقول، فأنا كملت في هاي الطريق مش أكثر يعني. وإذا شفتنا إحنا هيك على الإنبوكس عندكم بالمجموعة، شو بهم الشباب؟ على شو بيحكوا؟ أي مواضيع أكثر إشي؟ خلف وراء الكواليس، هاي الشغلات اللي مش الكل بيقدر يحكيها على المكشوف. نعم كثير بيصلني على الخاص عندي، وكمان على المجموعة بصير في مشاركات، وحتى كثير ناس بيبعثوا لي مثلا على الشخصي بيقولوا لي انشر بدون اسم. عادة بيكون قصص لي نسبيا يعني جدا صعبة تسمع في المجتمع، عن تحرشات جنسية، عن استغلال معين لنساء، عن مثليين الخايفين يطلعوا من الخزانة ويطلعوا يحكوا عن حالهم، عن قصص اللي هي تتعلق يعني بالعنف الموجود في الأسرة، قصص جدا صعبة تبعت نساء خايفة تتطلق. يعني كثير أمور اللي نحكيش عنها، وصعب يعني بس يطلع ويحكوا في الإعلام عن الموضوع يعني دائما بخبوا الوجه عن الشخص. صار في يعني تطورات من خلال القصص هاي عبر المجموعة؟ الدعم بحد ذاته من الأشخاص موجودين كمان في المجموعة، وكمان من ناحية ثانية استشارة برضو من أشخاص ممكن أكبر، ممكن أشخاص المرق، وهي الأشياء مهنيين أكيد مهنيين فايتين على محل معين. واحد من الأهداف هو أنه يصل لنعمل جمعية معينة اللي تقدر أو شيء تنطي خط دعم، تنطي مجال فتح أماكن لآمنة لأشخاص اللي يتم تعنيفهم في المجتمع. أنت بالأصل من قرية المغار. نعم. بالجليل الغربي صحيح. الأسفل. ولكن تقطن في تل أبيب. كيف هاي التجربة إنك يعني بتعيش بتل أبيب بتساعد إنك تحدد وتبلور هويتك العربية الفلسطينية؟ نعم بداية يعني أنا أغلب وقتي في تل أبيب عشان شغلي في التلفزيون غاد، أغلب وقتي غاد، مبدئيا مش عندي بيت أو في تل أبيب، لكن بنام غاد. نعم. في أغلبية وقتي يعني باجي بس في نهاية الأسبوع. مع وجود وسائل التواصل يعني الواحد بيقدر يأثر في كل الطرق يعني. أنا صح موجود، لكن تجربتك تعيش المدينة صحيح يعني في تل أبيب مش قليل العرب اللي ساكنين غاد، مش قليل الفئات اللي يعني الواحد بيقدر يتواصل معهم. كيف هذا الشيء بأثر على هويتي؟ يعني لكن أنت كتبت يعني بوست له علاقة في الموضوع هذا. صحيح إن كان عن البوست عن التجنيد أو إيش عن الشكل؟ عن بلورة الهوية والتجنيد. صحيح أنا شخصيا بفكر إنه الهوية تبعت الشخص بس مجرد الإشي البيولوجي تبعنا نحن كإنسان كذكر كهذا الإشي. أي إشي ثاني اللي هو خاصه في الصدفة الجغرافية تبعت وين إحنا ولدنا، هذا هو إشي الشخص بيقدر يختار إذا يكون من هويته ولا ما يكونش من هويته. أنا من ناحيتي بشوف الأمور شو في قضية إنسانية هون، شو في فئات مستضعفة هون اللي نقدر ندعمها، إن كان هذا الإشي شخص اللي هو قريب عليه من ناحية هوية جغرافية ولا هو بعيد عني، إذا أنا بقدر أأثر عليه وهذا الإشي إنساني بالنسبة إلي فأنا بأثر عليه بدون علاقة لشو هويتي أنا من وين أنا جاي. كيف كان التفاعل مع البوست؟ تفاعل جدا حلو يعني. كان البوست مبدئيا بيحكي عن أنا جيت من خلفية درزية، من عائلة اللي هي درزية، طبعا المغار هي قرية درزية، ف
كمان يعني تعليمنا كان مبني حسب منهاج معين اللي الدولة معنية فيه، كمان أهلينا اللي يمكن أغلبهم خدموا في الجيش، كمان أنا شخصيا ما خدمتش في الجيش يعني رفضت الجيش، لكن أهلينا والناس اللي حوالينا كلها، فكل هاي البيئة بتخليك تفكر في طريقة معينة، فبلورت هاي الهوية أو أنك تفكرت بطريقة معينة لحد جيل اللي هو جدا كبير، يعني بكفيش أنه الدولة عم تخصينا برضو من المجتمع العربي كدروز، يعني خلينا نقول انه كمان المجتمع العربي عم بيطلع دروز منه عشان الهويه الدرزيه اللي هي لها علاقه في الجيش ولها علاقه في سياسه الدوله والولاء للدوله. فالشيء مش تبرير طبعا، وانما يعني تعال نفهم الاشخاص، خلينا نفهم الشخص من وين هو جاي، شو تعلم. يعني كنا في فتره وقت القيام، يعني يوم قيام الدوله اللي بيقولوا الاستقلال او النكبه، كنا نطلع على مقبرة الشهداء برضو، يعني كان دائما في مناسبات اللي هي لها علاقة في إسرائيل عندنا في المدرسة، فطبيعي جدا الواحد يطلع من هذا المحل. طبعا عشان بقول شو أراء الصح شو أراء الغلط، يعني سؤال إذا بيكون واعي لا هذا اللي عم بعطوه إياه، هذا اللي عم بشربوه، هذا اللي يعني للخلفية الصحيحة يعني التاريخية صح. هو هاي يعني واحدة من أهدافي أنا شخصيا، إنه فيش حاجة ناخذ كل فكرة كأنه هي فكرة نازلة من السماء بس عشان أبوي وأمي قال لي إياها، خلينا نروح ونفحص الأمور، تعال نفحص التاريخ، تعال نتعلم من أكثر الناس، تعال نسمع أكثر آراء. يعني هو التقبل الآخر، ومش بس إنه تتقبل البني آدم، كمان خلينا تعال نجرب نشوف شو رأيه كمان، وهل هو عنده وجهة نظر وما عندهش وجهة نظر. طيب هل هاي الفعالية اللي عم تعملها خلال مجموعة، هل ممكن نشوفها كمان على أرض الواقع مع جيل أصغر؟ بما أنك عم تحكي على التوعية ومشاركة ونشر فكر مختلف، هل راح نشوفها كمان على أرض الواقع بورشات دورات فعاليات مع أطفال؟ صح، هاي واحد من الأهداف. طبعا احنا عملنا أشياء قبل يعني في شهر 3 كان في عنا كمان مؤتمر في سينمانا اللي كان فيه مشاركين محاضرين، لحكينا كثير مواضيع اللي تخص يعني خلينا نقول مواضيع اجتماعيه اللي عاده لا تحكى في المجتمع، وكان في تفاعل جدا رائع. ومن وقتها يعني كمان في ورشات عمل اللي بتنعمل داخل المجموعه، والهدف هو انه فعلا يعني اذا بيسمحوا لنا المدارس نفوت نحكي 1 2 3 في المدارس، فمش رايحين نقصر. من ناحيه ثانيه توعيه كمان للاهل اللي يقدروا يمرقوا فكر معين للاولاد، ومهم جدا عندي اوضح انه انت بتقولي فكر مختلف، فكر مختلف مش له فكر مختلف كانه احنا جايين نسب الفضاء وجايين ننطي فكر اللي هو راح يكسر كل القوالب الاجتماعيه ولا بعرف ايش، لا ببساطه انه دائما نوعي لفكره الاقليات الموجوده في المجتمع، وانه كل واحد فينا ممكن نحطه في قالب هاي الاقليه، فكيف بدكش تاذي غيرك، كيف بدكش انت تاذي حالك، ف ما تأذيش غيرك، يعني هاي هي المبدأ الأساسي طبعا الموضوع يعني. بليغ، شو عندك تقول للجمهور؟ شو عندك تقول للجمهور؟ رسالة أخيرة، كلمة للي بيتابعوك. رسالة اللي دائما بفكر بحكيها، أول أي بنادم مفروض أنه يتعنف أو يتم إقصائه بسبب رأيه، بسبب جنسه، بسبب ميوله الجنسي، بسبب خلفية اللي جاي منها، مش مفروض أي بنادم يتعنف بكل هاي النقاط. فبفكر إذا بنبني جيل جديد، واستعمل كلمة جيل هنا، اللي هو على الأقل فكريا ثائر على القوالب اللي بحطها فينا المجتمع والمعايير الاجتماعية تبعتنا، اللي نبني جيل اللي فيه إنصاف، مساواة، وعدالة اجتماعية. فكرة أحسن هدية بنقدر نعطيها لحالنا إحنا هنا كعرب موجودين في هاي البلاد، وكمان كفكر اللي ينشر في كل العالم. صح. بليغ صلادين، شكرا لك. شكرا. تسلم. شكرا. شكرا جميل. شكرا لك وجودك معنا بنحكي لبلد. مشاهدينا بنتأمل انكم استمتعتوا بعد سلسلة لقاءات شيقة ومثيرة جدا، بنستناكم بكرة بنفس الساعة، خليكم معنا انا وجميل نحكي لبلد. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.